أعزائي الكرام، أعزائي الكرام، السلام عليكم. مرحبا 200,000 متابع، قربنا لربع مليون في أقل من سنة. قلت ربع مليون زعما باش تبان شي حاجة كبيرة، وراه قريب الربع مليون. أشنو فينا الجديد؟ الجديد هو أن هاد الشيء راجع ليفان اللي غنوجه لهم تحية على البداية كاملين، وغادي نوجه تحية خاصة للناس اللي كيوركوا على لايك قبل ما يبدا الفيديو، وحتى اللي كيوركوا على ديسلايك في البداية. هاو ديديكاس لكم، عارف واحد النهار غديروا عقلكم. كيف ما درنا قبل، طلبت منكم في الصفحة أنكم تعطيو أسئلة ولا اقتراحات ولا شي لعيبات اللي تبغوا تدوزوهم في الشاشة. تفاعل والترى كان خيالي، وما بقاش هي الفرصة أنني ندوز صورة جماعية. السلام عليكم، أنا معاد من الرباط، عندي قناة على اليوتيوب، بغيت نسولك كيفاش كتجاوب المتابعين المحسادين. ما عندكش لاش تجاوبهم أصلا، خليه يبقى داوي واحد النهار غيعيا. أش نستافد أنا إلا ضيعت 8 دقائق ولا 9 في فيديوهاتك من غير طالعة وتفالية؟ وواش في نظرك المحتوى ديال الفيديوهات ديالك مفيد؟ لا، وما كنظنش انك غتستافد شي حاجه، وكنظن ان هذا السؤال كنت تطرحه لو انني مسمي الكونسيبت اجي نستافدو، اجي نقراو، اجي نتعلمو كيف نصبح اباء صالحين في المستقبل، ما اجي نطلقو تسرح راه باينه بلا ما يحتاج لواحد يبقى يتخانى برا ويشرح بزاف. خويا عافاك، قول واحد صاحبي سميتو زكريا الحرشاوي بعد على داكشي ديال الغنى، راه ما بغيش ليه الشوهه، راك عزيز عليه وكيسمع منك. خويا زكريا ولا راك تسمع مني، عاود لصاحبك حمزه على كل شيء الا على موضوع الغنى، خذها نصيحه مني. وفين ما يبغي يسولك قول لي راه اعتزلت. وخا هو بيناتنا راه كيبان لي باغي لك الخير. عندي بزاف ديال الاسئله، ولكن اهم هو واش ملي تولي تضرب ملايين ديال لي فيو غتولي ما كتجاوبش في كومونتير وتبدل كما داروا اللي سبقوك؟ علامه استفهام، جوج لي دايرين جيم. ودابا راه قليل فين كنجاوب حيت ولاو لي كومونتير بزاف، وكنتحدى اي واحد غادي تولي توصلوا 300 400 حتى 1000 ولا 1600 وغادي يقدر يجاوب عليها. وانت اصلا عندي في الكونت، علاش ما تسولنيش بيني وبينك ونجاوبك؟ علاش بغيت دير لي زعما الفرطه؟ واش عمرك سولتيني وما جاوبتكش، ولا عمرك كتبتي لي وخليتك بلاك؟ ترى الرجوله عبد الفتاح. واش ما كتحش انك بديتي كطيح في ديك النمطيه والتكرار في كل فيديو، وما كتظنش ان خاصك تلقى شي لعيبه تكسر بها ديك النمطيه؟ ومحسيس الصراحه، ولكن كنظن ان ديما خص الواحد يقلب على شي حاجه جديده. تكرار هانيه، تقليد اللي خيب. حنا كنشوفوك من واحد الجهه هي انك كتعرف تعبر بطريقه ساخره، لكن السؤال موجه لك، هو شكون انت؟ اي ام ايرون مان. واش داش برتي راسك خديتي رشوه باش تهضر على حزب معين وديك الرشوه عامره مزيان، ولكن الجمهور ديالك ما غيعيق بوالو، واش تقبل؟ لا ما كنظنش غنقبل، ولكن شنو هي رشوه عامره مزيان؟ شي 10 المليون دولار مثلا؟ تما تدوي على الهضره، ولكن المشكل اللي كاين هو تخاف تقول شي هضره نتايا كاع ما شاد عليها التريال ومدرح معاك البشريه وتصدق لا دنيا لا دين. واش عندك شي خدمه اخرى من غير يوتيوب؟ سؤال زوين. اولا يوتيوب ماشي خدمه بالنسبه ليا، غير طالقه تسرح فيه، وثانيا خدام في داكشي ديال البيع والشراء، تليفونات بيشياش، اي لعيبه عندها علاقه مع الالكترونيكات. عندي المحل في كازا ولكن ما نديرش راسي الاشهار، شكرا. سلام خويا مهدي، واش عمرك تعرضتي شي مضايقه من الناس اللي كتلقى تسرع عليهم سواء من قريب ولا بعيد؟ تحيه خاصه من ليبيا. تحيه متبادله خويا ايهاب، الاغلبيه اللي تلاقيتهم عجبهم الحال وفرحوا، وكاينين شي وحدين كتشوف فيه كيبدي خنزر مسكين زعما مقروس. تادوا صاحبي راه كنا كنضحكوا في الفيديو، الله يهديك. وديديكاس لي فان ديال شي فنانه اللي كيبداو يهضروا بسميتو كيبداو يدافعوا عليه بكل شراسه، وهو راه مسكين فرحان والتسيره تلعب. سير 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 تلقى لك خدمه، سير ترى هو فرحان صاحب. علاش كتهضر غير على الجانب السلبي في الافلام والاغاني وما كتجبدش الجانب الايجابي؟ ما كنظنش انك تفرشي في جميع الفيديوهات، ولينا افترضت تكون تفرشي فيهم كاملين راه ما ركزتيش بزاف. الا عاودتيهم وركزتي غتلقى انني كنذكر النقاط الايجابيه غير ما كيبانوش لك. صاد داكشي اللي تدير زوين، مي علاه ما تدويش على الحوايج الزوين اللي في المغرب واخا قلال؟ تهلاو. شكرا لك صديقي، وغادي نبداو ندوي ان شاء الله على شي حاجه زوينه في المغرب. انا بغيت غير نعرف واش كتعجبك حتى حاجه، وانا بغيت غير نعرف واش كنقول لكم هاد الحاجه ما عجبتنيش، راه كتفهموها راسكم. انا راه ما كنقول والو، بالعكس انا راه كيكون عاجبني داك العمل اللي كندوي عليه. نخليها مفتوحه باش تعطيني ديك لي في انه ديك النيف مهزوز وتيجي حتى هو كذلك ضعيف. سؤال واحد من بعد ما نتمناو لك النجاح، واش ممكن تبان في قنوات الرقبة عادي بلا فرماج؟ صبعو الصغير هو الاخر ضربو 684 مره مع السداري. واش ما فايتش سمعتي هذا الصوت في التلفازه؟ علاش ما بغيتيش تهضر على كره؟ راه تقدر تجيب لك مشاهدات اكثر بزاف من دابا. جوج علامات استفهام و 46 واحد ما عرفش واش دايرين جام ولا قلب ولا سؤال اللي تطرح بغزاره مؤخرا، نجاوبكم عليه قريبا، نحضر لكم داكشي اللي طلبتو، وماشي بعيد هو موضوع الحلقه الجايه، ومن دابا عارف شنو غيوقع. ما غاديش نقول لكم، ولكن نخلي الناس اللي كيطالبوا بهذا الموضوع يشوفوا بعينيهم علاش ما كنهضرش على الكره في المغرب.
بارسا ولا ريال حتى وحده فيهم بركه عناد واللي عندنا نتقافحوا عليهم. والله تبارك الله عليك خويا مهدي، طريقه رائعه لتحليل الاشياء، ثلاثه نقاط وخا ماشي شي تحليل، جوج نقاط مهم كاينه الطريق، مهم ملي كاينه شي حاجه. تبارك الله عليك اخويا حتى انت، شكرا. بغيت نعرف خويا واش هذا الشيء كامل كتخدم غير بوحدك ولا كاين اللي كيخدموا معاك في الكواليس؟ نقطه. تقريبا كلشي كنخدموا راسي، ولكن بعض المرات كتكون مساعده من عند الاصدقاء. خويا بغطات ما كتشوفش بلي تمرقيل خدام لك في المغرب وما كانش يصدق لك لو كنتي في بلاد اخر، طحتي في ارضيه خصبه معلم. الله يسهل عليك، برافو. شكرا، الله يحفظك، بارك الله فيك. والمغرب راه ماشي ديك الارضيه اللي على بالك، راه عرفتي شنو وراك اللي تحت منا بزاف. سلام العالم خويا مهدي، الله يعاونك ويسهل عليك. شدي ذا كاس ليا ولبنتي هبه تهلاو. مرحبا خويا، بالعكس عليا دخلت للبروفيل وبنت ليا التصويره وكنظن باللي انت هذا وهذه هبه. الله يصلح عليك والله يكبرها في عزك، وهذه ابسط هديه نقدر نقدم لك ليها. شحال من مرات قال لك حامض؟ جوج علامات استفهام، كنظن حتى مره جوج نقطات. لا لا ديجا قالت وتقال ما كفس بعض المرات، راه الله يسر وصافي. راه كاين اللي كيشوف عند القناه كيقول صافي هذا راه اعلامي وصل، ولا غلطتي ناري. ما غاديش نبرر كاع الاغلاط اللي درت، كنخطا حتى كنعيا. كاين شي حوايج كيبانوا لكم، كاين شي حوايج ما كيبانوش لكم، وحنا غاديين وكنتعلموا باش ما نبقاوش نخطئوا. وهذوك اللي كنطلع عليهم حيت كيخطئوا راه ذكرى فريق عمل، عرفتي شنو هو؟ راه ماشي زقله واحد، راه زقله 25 واحد. الحمد لله الاغلبيه الساحقه فهمت ان الغرض من المحتوى هو نطلقوا على الاخطاء ماشي الاشخاص وتصفيه الحسابات. وكاين اللي ما بغاش يفهم، وهذا المقيطع هديه مني ليه. خشموا هذا المجمع كيف اللي سبق برساله للناس اللي يلا غادي يبداو في هذا المجال. الا كنتي معول تعد براسك بفكره دارها واحد قبل منك، انسى، غتحط راسك في المقارنه مع الاصل وتما تلعب برا تيرانك وتاكل العصا عند المتتبعين. بدا بفكرتك وبداك الشيء اللي كتبتي انت. وما تنساش الكتاب والسيلو هما الاساس. هلاو.